بتاع جراند نايل تاور زي ما احنا شايفين. المكان حلو جدا بصراحة، هي أول مرة نعم تدريبي في هذا المكان. رايحين قاعة التدريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله اول اتوبيس يشيل المجموعه كلها كده. ايوه اتوبيس صوري وانا يفتكش لوحدي ورفع يفتكش لوحدي والله. وليه اصلا ياخدنا كلنا؟ ما بنجيش ليه مع بعض؟ اخد منك كام؟ ولا يا اخو رفع اللحاف ماشي يا باشا بعيد ماشي. جيم قاعات ليلتي لابس فندق ما شاء الله جميل. زميلنا في الوزارة القاعة اللي هناخد فيها اسمها قاعة ليلتي. هي حول حقوق الطفل في منظمة العدالة الجنائية، بينظمها المعهد القومي للدفاع الاجتماعي بشراكة ورعاية مؤسسة معهد ليلة القدر. كل دول يا جماعة زمايلنا على مستوى المحافظة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.